حلقاتنا المسائية الشوط الرابع ينطلق في هذه اللحظات المخصص للزمول. المسافة هي 8 كيلومترات. نستمتع وإياكم هنا باندفاعة هذا الشوط والمقدمة هناك مع الجثجاث لهجن الشحانية والمشاغ محمد بن خالد العطية. هنا يقدم لنا الجثجاث كما قدم لنا أيضا الأشواط الثلاثة الماضية بكل فوز وأريحية تامة مع هذا الشعار من حقق الهاتريك في هذا المساء بالأشواط الثلاثة الماضية وطامحا لنيل نقطة رابعة ليضيف السوبر هاتريك هنا باندفاعة الجثجاث في مقدمة الشوط. المركز الثاني انتابع القدوم مع المركز الثاني ومن ينطلق هنا العساس لهجن الشحانية وبقيادة فرام بن محمد بن قريع المري من يتابعه في عملية التضمير. المركز الثالث محلل لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع نشوف المركز الرابع والانطلاق هنا في هذه اللحظات سياف لهجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل المري من ينتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا نتابع المركز الخامس والانطلاق مع الدحيل لهجن الشحانية وعند المشاغ محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الدحيل مع خامس المراكز. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط والعودة مرة أخرى إلى الصدارة إلى المقدمة. نتابع وإياكم هذا الانطلاق مع المركز الأول والجثجاث مع الصدارة. نتابع يقدم لنا أداء المتميز في الصدارة مع هجن الشحانية وعندك المشاغ محمد وخالد العطية من يتابع الجثجاث بأداء وانطلاق مسائي في هذه الأشواط أشواط الحيل والزمول آخر أيام هذا المحلي الخامس هنا مع أقباننا على مهرجان المؤسس. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة الجثجاث مع المركز الأول منطلقا يقدم عروضه الممتازة وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليه ما شاء الله على هذا الأداء المتميز وهذا الأداء اللي أيضا يعطي مؤشرات قوية أن الجثجاث رقم صعب هنا في هذا الموسم وبانطلاقته مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط بقيادة أبو خالد بقيادة المشاغب. يا سلام يا سلام هنا مندفعا مع المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني والمركز الثاني العساس هجن الشحانية وفرام بن محمد بن قريع المري. هنا يقدم لنا العساس من حقق 7 نقاط في يوم الأمس هنا أيضا مع هجن الشحانية وشعار أيضا هجن الشحانية بقيادة فرام بن محمد بن قريع. هناك المركز الثالث نتابع القدوم والوصول من سياف هجن الشحانية البرنس هنا يصل مع سياف على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية منطلقا بهذا الأداء المتميز. المركز الرابع محلل لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري ولكن أرى هزام قادم من يصل في هذه اللحظات ويغير إلى المركز الرابع لهجن المرقاب وبقيادة خميس بن سعيد الغوشري قادم مع المركز الخامس غير على المركز الرابع في هذه اللحظات. نتابعه ونتابع اندفاعته مع المركز الرابع العودة مرة أخرى العودة مع 5 كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط ونتابع الجثجاث مع المركز الأول مع الصدارة يقدم لنا أداءه الجثجاث مع الصدارة. نتابعه مع اندفاعة المقدمة. يا سلام يا سلام هناك بشعار هجن الشحانية وبقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا هذا الشوط يا سلام بينما أرى النقلة على المركز الثاني نتابع المركز الثاني العساس
من الجانب الأيمن لهجن الشحانية وبرفقة فران بن محمد بن قريع المري، من يتابع العساس اللي مع المركز الثاني مندفعا منطلقا بهذا الشعار. هنا يصل سياف بانطلاقته في هذه اللحظات، من بدأ سياف بالانطلاق ما شاء الله يا سياف مندفعا بهذا الشعار، شعار هجن الشحانية. وعند البرنس في المتابعة من يقدم لنا سياف في هذا المساء؟ المركز الرابع انتابع هزام، هزام قادم مع هذا الشعار، شعار هجن المرقاب وخميس بن سعيد بن صالح الزرعي في المتابعة. يا سلام، هنا مع المركز الرابع، المركز الخامس محلل على المركز الخامس منطلقا بهذا الشعار مع خامس المراكز هجن الشحانية. وعندك يا الذهبي، يا سلام يا هذا الشوط، نعود مرة أخرى، نعود إلى الصدارة، إلى الجثجات اللي في المقدمة، يقدم لنا أدائه المتميز هنا بانطلاقته مع انتصاف المسافة والمركز الأول عند الجثجات ومقدمة هذا الشوط. ما شاء الله ما شاء الله، هنا في هذه اللحظات نتابع الجثجات يقدم مسيرة جميلة باندفاعته هنا في مقدمة الشوط، ويحذو حذو أيضا أيضا الهجن المرافقة له في هذا المساء من عزبة هجن الشحانية وبقيادة المشاغب، من حقق الشوط الرئيسي والتوقيت الأفضل إلى هذه اللحظات 12 دقيقة و 29 ثانية هنا في هذا المساء، توقيت يعتبر من أفضل التوقيت الزمنية المسجلة من هذه المسافة 8 كيلومترات. ونتابع وإياكم اندفاعة الجثيات في مقدمة الشوط وبهذا الشعار ومع هذا المضمر أيضا المتألق محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا الجثيات في مقدمة هذا الشوط مع أقبالنا على 3 كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط. وما شاء الله تبارك الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، الشكل ممتاز والأداء مميز واندفاعته هنا في مقدمة الشوط وبقيادة مضمر لها خبرة كافية وباع طويل في هذا الموروث في هذه الرياضة. نتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات الاندفاع مع مقدمة الشوط، بينما أرى هزام، هزام بدأ ينتقل نقلات ممتازة، بدأ يغير، بدأ ينطلق من مركز إلى مركز إلى المركز الثاني مباشرة مباشرة. عندك يا الغوشري المتابعة، هجن المرقاب قادم هنا، هزام باندفاعته ما شاء الله على هزام، هزام اللي وصل على المركز الثاني وأيضا يقدم أداء متميز بهذا الشعار، شعار هجن المرقاب هنا منطلقا مقدما هذا الأداء المتميز مع المركز الثاني. المركز الثالث انتابع العساس على المركز الثالث لهجن الشحانية، فران بن محمد بن قريع من يتابع على المركز الثالث، المركز الرابع سياف على المركز الرابع هجن الشحانية. وعندك يا البرنس المركز الخامس، نشوف المركز الخامس في هذه اللحظات وانطلاقة المركز الخامس اللي وصل هناك اللي هو الدحيل لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية. نعود إلى سيد الموقف، نعود إلى الجثجاث اللي يقدم عروضه الممتازة، وما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الأداء، نجم من نجوم هجن الشحانية، هذا البطل، هذا هو الجثجاث، هذا هو الجثجاث اللي بدأ يزيد من سرعته، بدأ أيضا يغادر الجميع، بدأ ينطلق بهذا الأداء المتميز هنا ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المتميز واندفاعه والأروع بقيادة الجثجاث، من يقود المسار، من يقدم هذا العرض الممتاز مع المركز الأول من ارتفع الستارت وهو مسيطر تمام السيطرة باندفاعة قوية وانطلاقة أيضا قوية هنا بمقدمة الشوط. والجثجاث ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، هنا في هذه اللحظات حافظ عليه أبو خالد، حافظ عليه، حافظ على الجثجاث اللي يقدم عروضه الممتازة باندفاعة والأروع بانطلاقة قوية. نشاهده في هذه اللحظات بدأ بالإقلاع إلى المنصة الرئيسية إلى الحزام الأخضر مع هذا الأداء المتميز وهذا الشكل، وهذا الشكل ما شاء الله تبارك الله على أدائه واندفاعته في مقدمة الشوط. هنا الجثجاث من أيضا يغازل الصدارة ويغازل الفوز ويهدي السلامات إلى هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد
العطية ويبي يضيف النقطة الرابعة في هذا المساء. الأشواط الرئيسية أيضا هذه الأشواط اللي تليها هنا النقطة الرابعة في طريقها إلى 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 أبو خالد إلى المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا سلام من قدم الأسماء، من قدم الكايدة في سجله الحافل، ومع هجن الشحانية من قدم أسماء لها أيضا صولاتها وجولاتها هناك. يا سلام يا سلام العودة إلى إلى الجثجاث، إلى الجثجاث اللي أيضا مندفع ومنطلق بهذا الشعار ويندفع دفع أيضا تلقائي، ولكن العساس العساس يا الجثجاث سمع النداء وقال أنا أيضا موجود في هذا الشوط وبشكل خطر على الجثجاث. ولكن يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله يا جماعة، قولوا ما شاء الله على أداء الجثجاث في المقدمة والحزام الأخضر، وانطلق في هذه اللحظات هنا بأداء وتميز هنا وبإشارة ممتاز ما شاء الله تبارك الله. يقوم راس وينتهي راس باندفاع ولا أروع هنا في هذه اللحظات ما شاء الله على هذا النجم، هذا النجم وإلا فلا، هذا هو والسوبر هاتريك يا أبو خالد محمد بن خالد العطية نجم المساء، نجم هذا المساء. نتابع في هذه اللحظات باندفاعة الجثجاث ما شاء الله على شكله وأدائه المتميز هنا في مقدمة الشوط مندفعا منطلقا بهذا الشعار وبهذا الأداء وبهذا المستوى اللي أيضا لا يعلى عليه، مستواه ما شاء الله عليه ما شاء الله تبارك الله. أنا والمنصة الرئيسية وجماهيرك يرحبون بك، يرحبون بك يا الجثجاث بهذا الفوز المستحق، بفوز ولا أروع، بشكلك الممتاز وبأدائك الأميز ما شاء الله. السبوك كل يحبها، السبوك كل يحبها، كل يرشحها، كل أيضا ينظر لها بمنظور خاص. هذا هو الجثجاث مع هذه المؤسسة العملاقة. تهانينا من الأعماق لهجن الشحانية وللمشاغب اللي شاغب بأربع أشواط رئيسية هنا نتابع متتالية في هذا المساء الجميل. تهانينا وناموس للمشاغب محمد بن خالد العطية من قدم مستوى رفيع مع هذه الهجن الأصايل هنا وبأداء متميز هنا. تابعنا وياكم اندفع إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس وبأداء وتميز أيضا رائع بفوز الجثجاث في هذا الشوط، والثلاث الأشواط ما قبل هذا الشوط كانت أيضا عند المشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني العساس لهجن الشحانية مع فران بن محمد بن قريع. المركز الثالث الباز هجن الشحانية وفران بن محمد بن قريع. المركز الرابع الدحيل هجن الشحانية عند المشاغب. المركز الخامس محلل لهجن الشحانية وعند بن فران. شاهدنا هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله، الجثجاث هو بطل هذا المساء وأيضا هذا العرض الممتاز، شاهدنا بأداء وتميز رائع هنا بفوز مستحق. 12 دقيقة 32 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لهجن الشحانية، مشكور يا أبو خالد. 10 على 10 في هذا المساء، 10 على 10 بفوز مستحق مع هذا شعار أربع أشواط سوبر هاتريك في هذا المساء بفوز الجثجاث في رابع الأشواط، وهذا المستوى اللي قدمه لنا وأمتع الجمهور وأمتعنا صراحة بهذا الأداء المتميز. المركز الثاني وصل العساس هجن الشحانية 12 دقيقة 49 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية ولفران بن محمد بن قريع. المركز الثالث وصل هنا اللي هو الباز، توقيته الزمني 12 دقيقة 54 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية ولفاران بن محمد بن قريع المري. تهانينا والناموس للجميع.